السلام عليكم ورحمة الله. جيت اليوم أدي واجبي الوطني باش نصوت على اللي يستحق هذا الصوت. سمعتوا والدنيا الحمد لله زينة وكل شيء على أكمل ما يرام، التعقيم والكمامات الحمد لله، والحمد لله التباعد حامدين مولانا وما كان مشاكل ولا شيء حامدين مولانا. يا سيدي بخير لاباس الحمد لله، الله يبارك، جينا صوتنا بخير وعلى خير، هذا كان الاستقبال بخير الحمد لله، الدنيا هانية بخير وعلى خير، كل واحد لحس باللي بغى وصوت عليه والدنيا هانية والدنيا ناشطة الحمد لله بخير وعلى خير. سميتي يوسف ياسين، واليوم جينا نصوت في الانتخابات التشريعية البرلمانية والجهوية، وجينا عبر الصوت تاعنا اللي يستاهل ويستحق الصوت ديالنا، وجينا وكاين إجراءات الحمد لله كلشي بخير، أمور غادية مزيان، وكنتمناو أن يدير اللي يستحقها ويخدم البلاد كما يجب، وشكرا. المهم قضية مزيانة، تصويت داكشي مزيان، المهم الاحترازة ديال كورونا تا هي مزيانة، والساكنة راهي قبيلة على التصويت، كاين الناس كيصوتوا، والحمد لله القضية غدوز مزيان إن شاء الله. صوتنا على الحزب اللي كيستحق، المهم الحزب اللي اختارينا راه صوتنا عليه، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع.